مدرب يتمنى فوز قائد فريقه ببطولة غير أوروبية، وآخر تمنى خروج منتخب نجمه من الدور الأول. هذا هو حال الكرة الإنجليزية، متناقضاً ما بين مدرب توتنهام بوستيكوغلو ونظيره كلوب، قائد سفينة ليفربول، والعديد من المدربين الذين ينتقدون البطولة الأفريقية. بلا شك أن الكرة الأفريقية هي العامل الأكبر في تتويج الفرق الأوروبية بعديد من الألقاب على مستوى القارة العجوز، لكن فور بدء أمم أفريقيا تبدأ الأزمة بين الأندية الأوروبية والمنتخبات الأفريقية. الأزمة بطلها غياب اللاعبين المؤثرين مع فرقهم، مثل محمد صلاح نجم ليفربول ومحمد قدوس لاعب ويست هام يونايتد وآخرين في البريمير ليج، والعديد من اللاعبين أيضاً في الدوري الفرنسي الأكثر تأثراً بغياب نجوم أفريقيا، أبرزهم أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان. الخلاف بين الأندية الأوروبية ومنتخبات أفريقيا ألقى بظلاله على سوق انتقالات اللاعبين، حيث أصبحت الأندية تؤخذ بعين الاعتبار في التعاقد مع اللاعبين الأفارقة، لأن كأس الأمم تلعب في مرحلة حساسة من الموسم. وفي محاولة لحل الخلاف، تضمن بند في لائحة شؤون اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ينظم العلاقة بين الأندية والمنتخبات لضم اللاعبين، وتجبر اللائحة الأندية على ترك لاعبيها الدوليين إذا تم استدعاؤهم من قبل اتحادات بلادهم، وأي اتفاق بين اللاعب والنادي على خلاف ذلك يعد محظوراً. كل هذه الخلافات وتمسك الأندية الأوروبية بلاعبيها الأفارقة يعكس أهمية القارة السمراء في إفراز المواهب التي تكون سبباً رئيسياً في التتويج بالألقاب.